هذه دار دار تبارك الله غادي تولي برحيم لا قريبة تولي الله يكون حياتها على خير. المتتبعين ديالي كي دايرين لاباس عليكم، نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. هذا النهار راني جيت عند نعيمه ان شاء الله وغادي نصور لكم فيديوهات زوينين تحط الطلب ديالكم، فيديوهات كيعجبكم ومرحبا بكم عندنا في القناه ومرحبا بالناس القدام والجداد يلاه التحقوا بالقناه، واللي مازال ما دارش اشتراك يدير اشتراك وتفعل الجرس باش توصل كل جديد. وشكرا لكم بزاف وديما دعمونا باللايكات ومرحبا بكم وبقاو معنا حتى الاخر، مرحبا بكم. نعيش في مساكن عندهم وليدات صغيورين حمارة دارة فريدة 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 دارة تبارك الله غادي تولي برحيم لا قريبة ترد الله يكون حياتها على خير. تعالي فريدة الناس كيسولوا عليك أبشكر شكرا إن شاء الله يكون على خير. سالي شربت الماء شربت؟ نعيشة ترى ولد تبارك الله ما شاء الله شكا صغيرة ما شاء الله شوفوا الحريتات شافونا هما هنا فوق ما ديك الجوع انا سيري من هنا غربة من هنا العجب مسكينة وقال مهرسة مرجعة مسكينة أيمن ما هاد النرجة ما رجلها مهرسة واحد النرجة ما رجلها ما عارفاش هيا كتعرج هيا كتعرج اجي تشوف شحال ضاربة مهرسة نشوف لها من رجلها الله هاي مهرسة من رجلها قدامي هاي ما شفت دالي في الماها شتي شويه السمر غيديروا الدجاجه وغادي ان شاء الله الى طلعنا خلي نشاركها معكم بحال ذاك العام وغادي ندير انطلاقه اجمعنا علينا راه صاحبي الفرحان مرتاحين مشاهدين هو قال لكم السلام وانتم سلام 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 صافا حطها معنا حطها بشوي ما راه حطها صافي مالا اسحاق كان كبر من هذا كانت كتهز ما كملتيش التحية للمتتبعين خلي هذا لا ما يتسلع شي راه راه خو هاد التوأم ديالو غادي معاه شتي اه وكره في التوأم ديالو تبارك الله اللهم بارك لو بقاو معنا المتتبعين ديالنا حتى الاخر مشو عند مسعودة سلام الحيوانات بصفة عامة ما تيبغوش العنف، إلا عنفتها ولا ضربتها صافي كتخلع. آه كيحسوا. آه تتبغي شي واحد يفهم فيهم وتعامل معاهم زوين. يلاه دوزي بخير. وبقاو معانا المتتبعين ديالنا العزاز حتى الآخر. لا اليوم أول فطور عندنا عيلة غنشاركوه معاكم. راه جينا من عند دار بنت خالتي. دابا أول فطور اليوم في رمضان، ماشي أول نهار في رمضان، أول فطور. عندنا عيمة. عندنا عيمة مرحبا بكم.
ونشكر الناس اللي كيسولوا على نعيمه ديما كيدير شاورما مع نعيمه كيف كتعرف راه مع القرايب بنات تبقى وتي وليداتها يقراو قليل كتشعدو وكتعدى مره مره دابا مع العطله نشتغلت وجيت عدت غنبقى مع المتتبعين ديالي عزاز حتى الاخر ولاو سمعوا سمحوا لي سمعتوا الصوت ديالي بالدن مع كنصوروا في البرد وفي هذا وفي الشمس الصوت ديالي مشى مع الصيام سمحوا لي بزاف ايوا نشارك معكم هاد الحرشات اللي دارت نعيمه دارتهم بالشعير بلدياك هاد الحرشات ديال الشعير البلدي وفيهم شويه الخميره بلديه عرفتي زوين والله الا باقي ما طابوش وطالعه منهم الريحه كتشهي ريحه الشعير البلدي شويه غير شويه الكامون وشويه الكامون تبارك الله عليك المهم تيطيبوا نشاركوا معكم وبقوا معنا حتى الاخر الله يعطيك الصحه نعيمه وزبده تهلا عطا الصحه راه طيبات الحريره وطلعت عليها باش ترتاح ونستبع ديالنا بالماء وجدنا الفطور وجدناه نعيمة تبارك الله استقبلونا مزيان وتهلاو فينا وشاركنا أول فطور كيف قلت لكم في أول فيديو مع نعيمة اليوم هانتوما تبارك الله ثم مالي الخير اللي تروح تسمح لينا واللي تشاهد ويسمح لينا تبارك الله كيف كتشوفوا الفطور ديال الناس تاع البادية هذا فطور بداوي 100% ديال هذا الريف تبارك الله الناس ديال الباديه ولا بحال الناس ديال المدينه تبارك الله تمام متقدمه تبارك الله العربيه ملي تخليها الماء وتخليها الضوء تبارك الله يعني ما بقاش الفرق ما بين العربيه والمدينه تبارك الله ولا بحال بحال المحراش هذا هو المحراش اللي وريتكم قبيله طيبات وناعمه شو تبارك الله كيفاش كيشهل سمحوا لنا مع التصاور تاعي اللي ما كنقولها لك هذاك الشيء باهت ما كيبانش كيف ما هو مباشره لا العصير العصر ديال البنان والتفاح والليمون وهداك الحليب كافو كسمحوا ليا هنا الفريز والليمون هنايا سميتو الليمون والبنان والفريز لا واش باغي ياكل هنا توا راه ماشي هذا ماشي هو هذا راه هنا كنوقع شي ربعه ديال الشكل ديال العصر غير سمحوا لنا مع التصوير ديال الليل والدور راكم عارفين وهانتوما مال الخير هنا القهوه واتاي المسمن معمر بيتزا تبارك واخا غنقول شحال غنقول لكم من هنا حتى ل 11 تاع الليل حتى فطر الناس يصليو وانا ما غنكملش ونتمنى هذا الفيديو يكون في احسن الاعجاب ديالكم وتقبلوا ان شاء الله ويعجبكم وهانتم معنا ان شاء الله مازال كاين فيديوهات جداد ان شاء الله هنا في الباديه المحتوى اللي كطلبوني عليه والسلام عليكم المتتبعين ديالي ما تنساوش ديما لي لايك لي لايك من الاذان الله اكبر السلام عليكم